السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الثلاثاء 29/6/1443، يوافق 2/1/22. نازل كسارة اللي شفتها ظهريك قبل يومين. اطلع مني معايا باغة وعقمان، بنزل جلبان. قد جهزت القصبة حقت الكاست، قد جهزتها من البارح، لكن اجواء مغيمة وتأخرت اساسا، مفروض اني من بدري اجي، فبخليها مشيئة الله بكرة إذا مداني. لكن يوم بنزل جلبان بس. نقول الله ييسرها ويكتب الخير لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجرب المنطقة هذه، جاني فيها ضربة آخر مرة وشي قطعت، يعني شي أكبر. الله يكتب الخير، الله ييسرها. بجرب المناطق هذه يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالذين. جرب هو يا الله يا كريم. هو الربيع. بسم الله يا الله، رب العزة كان خير. يا الله والله كانت حلوة، واحدة طيبة فكتها. كان في واحدة حلوة، الله يجيبها. ما تمكنت، رجعها نفس المحل. يا ربي والله واحدة حلوة ما شاء الله، حجمها طيب، لكن رجعها عقام. ايش رايح؟ ما لقيت سلماني. الله يجيبها. مشيت معايا لين هنا وفكت، شكلها حركات هامور. الله يجيب الخير. انا شفت تضرب على طول ولا تاخر؟ انتظر عليها. الضرب صار. ايوه صغيرة هذه، صغيرة. أمور قبلها كبيرة، كويس ما يبعنا. هذه أول واحدة، هي صغيرة الحركات. يا صغيرة موجودة بس صغيرة. والله ذا الهوامير، هامور سمان، هامور بنجم، كله صار على طول. أبو نجمة الله يجيب الخير. بهدلتنا الصغار دي، والله هنا في النص ننفك منها. ايوه هذه كويسه، هذه طيبه على طول، شكلها شعور، لكنها شعور. الاعشاب هذه تفكها، شو ما شاء الله، شعور ما شاء الله، حجم ما شاء الله. ايوه تعال هنا. وين راح ذي؟ والله يعين. ما شاء الله حبة شعور طيبة. والله هنا بدور الشعور اليوم، حد موجود بشتغل على الشعور. إذا وقف كبرنا طعم. شعور محيسني. شو كيف تغير لوني إذا أخذتها في الموية؟ شو دقيقة هنا
راح كان مخطط اول ما طلع يتغير لونه تحت العشب صغيرة فكت الشعور فكت من العشب أنا شرحت العقام بحط طعم صغار عشان الشعور بحاول فيها مبدئيا إذا في شيء منه الله يجزيه بالخير أول شيء والرقبة ضربة تحت كبير لكن الله يجيب الخير روحي صغيرة نرمي هنا برضه وصلت عقام خوشة خلني أشوف دائما تخويش يجيب نتيجة الله يكتب الخير أنا هذه هي واحدة صغيرة شكلها هامور الله أعلم أنها هامور صغير هامور يحرك بس كله لكن أفك موجود صغير هذه تضربه أمور وين كبار كله صغار أكله عوامل صغار برضه هنا أمور غامور صغير ما جت الكبار ما في جاي فك فمه كي شاف هذا كويس كويس هذا حجم كويس شوف شوف شو اللي فمه حبة حريد صغير كويس هذي صغيرة والله يعين عليكم كلها صغار يلا وهذه كيف ضربت حد هنا ورجع محلها الله يكتب الخير ان شاء الله طيبة ان شاء الله انها طيبة الله يجيبها إيه. حجم طيب ما شاء الله لكنها مسكتينة في الاعشاب الله يجيبها الله يجيبها ماسكة في الاعشاب ايوه اوه ايوه يا والله حجم ما شاء الله حجم ما شاء الله حجمه حلو كشاف
مدة المويه ووقف الضرب وخلص الطعوم اساسا الضرب على الباغ اكثر شيء استخدمت عقب ما انا وصل ما في شيء بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ما ادى بزياده البحر ما ادى بزياده الله يا رب اوه اليوم ما ادى مره المويه سبت يمكن حدود ال 70 متر كذا الحين خلاص وصلت الحمد لله اليوم ارتفع البحر دائم كذا اخر الشهر اذا مد يكون في تفاوت بين النزول الجزر والمد لا وصلنا يمكن سبعت والله اكثر والله يمكن 100 متر كذا ولا حدودها يعني حدود من 70 إلى 100 متر رياضة اللهم لك الحمد الله يستر بس لا يكون المد وصل السيارة إن شاء الله أنا أوصل بسم الله الرحمن الرحيم والله اليوم مرة ماد البحر مرة مرتفع اليوم أمس إلى هنا كان الحين بزيادة يمكن 30 سنتي ولا حتى انا راجع مشيت مشي ما سبحت لكن اليوم اضطريت اني اسبح اول ما نزلت من على الشعب منطقة عميقة بعكس امس فرق 30 سنتي تقريبا شوف لفين وصل الموية اللهم لك الحمد لك الشكر والله طالع شوف لفين الحمد لله والشكر الحمد لله السلام عليكم صباح الخير اليوم الخميس 2/7/1443 يوافق 3/2/2022 جاني ابو منصور معي المرة هذه بننزل كسارة هو بيشتغل بجرب لكن المرة هذه انا ما بشتغل بجرب بنزل بكاست وقصبات نازل بوريكم اياها وسط المويه بس بسم الله الرحمن الرحيم والله نجي من هنا يسهل المويه اليوم مرتفعه هذه وهي نازله هذه وهي نازله المويه باقي ترتفع توصل لين هناك قدام ما ادري المويه في يومين هذه بسم الله الرحمن الرحيم والله يا ما اشوف ايش في هنا قدامي حلات هنا لا كويس حلات غريز هنا أصل محلات دي نعديها بس أوريكم القصبات أوه هذه القصبات هذه عندي حقة الكاست كلها شيمانو ها أنت بقى تعال جهة ثانية تعال من هناك بس يلا خلاص هذه القصب حقة الكاست شيمانو كلها
كلها نسكي أو ناسكي، هذه 5000 وهذه 270، والثانية دايوة الماكينة بيجي 90، والقصبة برضو دايوة. عندي لورات هنا أخذتها، يعني هي عندي 4 لورات هنا بستخدمها، وإذا بشتغل يمكن أبو ساعة كذا ساعة إلا أشتغل كاست، بعدها بحاول أطلع طعوم حية وأشتغل على القصبة، حاول في الحي. والجلب عند أبو منصور، أما بشتغل في البداية بس، ما بشتغل أنا جلب اليوم، بس بحاول بسلامك نغير شوية، نغير من الجلب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما بقي هذيك. أنا ما شاء الله الموية هادية، جيت قبل يومين متحمس قصدي أخش كاست، إلا والله غيوم وموج، قلت ما هو حقنا، لكن اليوم تشجع إنك تشتغل على الكاست، والله يكتب الخير. هذه المنطقة اللي شفت فيها أول ضواري تنقز، عشان كذا جبت الكاست معايا والريش، وبشتغل طعم حية. يا الله يا كريم، لا كويس أنا جاي، والله الموية أول الموية كذا تغطيني في المناطق هذه، لكن الحين شوف نازلة شوية الموية. جهزت القاعدة، لا يدري أبو منصور، لا يدري أبو علي إني أخذت القاعدة حقته، لا تقولوا له، هذه القاعدة حقت أبو علي، أكثر ما يستفيد منها أنا أصلحها، وهذا أنا اللي أخذها، الله يوفقه. والفلين برضه حق أبو علي ما بنعلمه خلاص، لا يدري مكسر فلين. ما شفتم ما أخذ جلبان ولا شيء، أخذت جلب هذا كبير إذا بستخدمه، بس ما بستخدم جلبان. عندي ال شو اسمه اللورات هذه اشتريتها، هذا نوبي تو اشتريته، وهذا برضه شركة نوبي، هذا 110 أظن ملي، وهذا 70 أو، وهذه جاكسون 2 عندي من أول، هذه أكثر مرة طلع لي ضواريك، واللون هذا بجربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يكتب الخير. عشبة، لا عشبة، هذا ولف، بغير هذا نجربه، الله يكتب الخير. هذا حتى ان شكله لونه زي السردين كذا، اخذته الحين نجربه، ما ادري كيف هو، قريب من الدو شكله كذا، بس مو دو هذا، زي ما قلت نوبي هذا. يا كريم، سمان صغير تبدأ الحين، ترى ما يضرب الهوامير الحين، ممكن الكبار أجرب هنا أبو منصور محلات هذه، ترى جاني ضرب فيها وسخرت هنا، زعنف ولا إيش؟ بالله يقول منصور شاف قرش هنا معدي هنا قدامنا كبير، بالله أنا ما شفته، وانا جالس قبل يومين بس المويه مرتفعه اكثر من كذا شويه، لخبط السمك ذي ورايا يمكن 200 ولا 3 ما ادري ايش هي، جيت لعندي وخبطي كذا ورجعي، ركبت الريش ما في ضرب على الكاست، مره ما في ضرب، فاحاول اطلع طعم حيه ونشتغل بالله يكتب الخير. للعف وصل وسط كويس، جت الطعم نرميها الحين، يا الله يا كريم، قام صغير أبيض هذه، يوه تنفك، كويسة كويسة هذه، ممتازة بيضة، ممتازة حبة بيضة، الله يجيب الخير. نحط
لا لا تعالي تعالي لا تحسيني احساس ال قول يا كريم. اوب اوب ربيتي حبره هنا الله هي يعني عليش. بسم الله الرحمن الرحيم. بخليها بدون ثقل جربها بدون ثقل اول شيء. يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلها تروح خلها ان شاء الله يجي نصيبها. يا الله يا رب. خلها تسحب خيط تركها تروح. شوفوا بتروح بعيد شوية قاعد تاخذ الخيط تسحب لين توقف بعدين. خلاص خلاص الله يجيب الخير. انا شوف هلا شوف قاعد تسحب الخيط هي هذه برضه جت ان شاء الله طعم ثانية نجهزها كذا نحطها في المحية ايش هي بس بيضة بيضة قز بيضة بيضة قز. تعالي الله يعين الله يستر. بس طلع الصوت شو الصوت اللي طلع سبحان الله كويس. بيضة قز هذا في ضوريك كويس الله يجيبهم. اللي ماسك عليها ماسك على ليش هنا قريب هامور هامور هذا ما يترك شيء. شوف ابو منصور هامور على الريش. ها ايه على الريش استغربت شي السمكة اللي ضربت معي فك. ها يلا باقي حسب فك كنت انبسطت. تعال شوف شوف كيف صخر شوف داس نفس الحين على بال انها هاي كويس. ها هامور سمان يلا يا شوف منصور منصور فك الله يجيب الخير فيها بياض قز كنا هنا كويس. تعال هنا ايه ممتاز هذه مسكت فيها الله يعين مسكت هنا فيدي الجونتيات هذه عيبها هذه عيب الجونتيات. كيف سويت انا الحين شبت انا والله اني شبت شبت اذا قال لك واحد شبت هذا انا كل شيء اللي صاير سوفك الحين بعدين حنا حنا يلا يا كريم هي هذيك شوف خلاص تكفي ثنتين دي خلينا نشوف ايش يصير تكفي ما تحتاج زيادة. هذا اول واحد شوف عقاب فك هذه زرقان هذه يسمونها يجي في خط ازرق
أول ما يطلع بالموية يختفي. هلا يروح ندور ظهرك. فكت ها؟ ما أدري معه ولا ما معه. إن شاء الله فيها. إن شاء الله. عنده فيها شعور هذه. أي شعور؟ أول حبة. يعني ما أدري كبيرة ولا صغيرة. شعور ها؟ ما فيه اليوم ضرب، وهذه رميتها حي بدون ثقل، بطلعها وبحط فيها ثقل وارميها عشان تكون ثابتة، خايف لك ورجعت هنا عند الله. ما في شيء ولا بياض قز كويس والله، لو في ظوارك تضرب عليها. الله يكتب الخير، الله يكتب الخير. زين حاول في هذه الله يغفر الذنب. الأول ما ضرب عليها شيء. هذه حطت لها ثقل. الله يجيب الخير. يا الله يا كريم يا الله يا رب. شوف جتها ضربة من هنا بس ما ادري شو قصتها. راح يغير الموقع يحطه هنا. الله يكتب الخير. نبعد من السنانين. لازلنا ننتظر. الله يسره. ما في شيء لحد الان. ما في شيء. يقول توكلنا على الله. هذه ما استخدمتها خلها تعيش. لا تروح. الله يغفر الذنب. والله ما بقينا. اشتغلنا طعم حية. اشتغلنا كاس. ابو منصور اشتغل جلبان. ما في. اليوم مرة الصيد ضعيف. ما في صيد. الحمد لله والشكر. اللهم لك الحمد. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. اوه يعني اغراض ما احب شرشات السنانية الوردية والله اني ما احبها، لكني نزلت اليوم قلت اغير. انا نغير يمكن يطلع شيء. يا مشتو ضواريك هنا انت يطلع معنا ضواريك على الحي، ولا والله الحي اني ما احب اصيده، ولا انه فيه مشايخ يعني اجازوه يقولون بس مكره يعني كذا فيه كراه، لكن احد يخاف الذنب برضه. والله اني ما استخدمها الا في مناطق اللي اتوقع فيها ظواريك، ولا غير كذا ما احب اني استخدم الحي. اشتغل بطعم العاديه. والله لك الحمد لك الشكر. والله يرزقنا وياكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. معك شيء؟ طلع شيء معك؟ حب الشعور هذيك بس؟ رجعها اتيها. يلا يلا الحمد لله.